انطلاق موقع اعزاء الجمهور والحضور الكريم 11 من الجهات المهجنه الاصيله العريق سلكتريت في صداره وانس السيابي من الجهه الداخليه ابها الجواد المرشح في هذا الشوط محمد بن حمد بن خليفه عبد الله العطيه وتوماس لوكاس من وسط الجهات ومحاولات لخطف الصداره اكرم راشد خميس راشد سيف الكواري وسليم غلام وابو سمره خليفه بن اشعيل بن خليفه الكواري وجيمي قمبر الجواد سراب من الجهة الخارجية ملك المهندس حسن علي عبد الملك العبد الملك وخطوة بخطوة والصدارة جميلة والعريق سكرت مربط العز أنس السيابي في الوصفة من الجهة الخارجية بشكل جميل وقوي الشعار الأخضر أكرم راشد خميس راشد سيف الكواري وسليم غلام ومحاولات لسراب من الجهة الخارجية ومن وسط الجهاد أبرار في محاولة وهناك مستر لال أيضا ومحاولة للجواد صار الأمتار الأخيرة ومنتصر من وسط الجياد علي بن سعيد جبال النعيمي وجون باتيس هبل وسار في الوصفة ملك محمد عبد الله مبارك بن عبود المعاضي والقادم أبها ولكن تذهب الصدارة إلى منتصر ملك السيد علي بن سعيد جبال النعيمي والفارس جون باتيس. ونتائج الشوط السادس أعزائي الجمهور والحضور الكريم جاء بالمركز الأول الجواد رقم 2 منتصر ملك السيد علي بن سيد الجفال النعيمي والفارس جون باتيس هامول والمدرب يوسف بن طاهر مبروك بتوقيت وقدره دقيقة و24 ثانية و37 جزء من الثانية. في الترتيب الثاني جاء الجواد رقم 5 سار ملك السيد محمد عبد الله مبارك بن عبود المعاضيد والفارس مارفين سورلاند. وفي الترتيب الثالث جاء الجواد رقم 3 أبها ملك السيد محمد بن حمد بن خليفه العبد الله العطيه والفارس توماس لوكاس. وفي الترتيب الرابع جاء الجواد رقم 11 مستر لال مسلمان عبد الله عبد الغني العبد الغني والفارس ستيفان لجاج. وفي الترتيب الخامس جاء الجواد رقم 1 سراب ملك المهندس حسن علي عبد الملك العبد الملك والفارس راشد علي صعاق المري. مبروك لاصحاب المراكز المتقدمه وحظا اوفر للذين لم يحالفهم الحظ.